هاي اختار الجار قبل الدار، مثل عربي معروف كان المقصود فيه قديما العشرة الحلوة والصداقة والمشاركة. هالمثل بعده بصح لليوم أكثر من أي يوم، بحسب دراسة أخيرة صادرة عن جامعة جنوب الدنمارك بكوبنهاجن، لقيت أنه السكن حد جيران مزعجين بيزيد من خطر الإصابة باضطرابات عقلية، وبيزيد من فرص الإصابة بحالات الإجهاد الحاد بمعدل 3 أضعاف مقارنة مع الجيران الهادين. أظهرت كمان الدراسة أنه معدل الاكتئاب أعلى مرتين عند الأشخاص يلي بيسكنوا حد بيوت مزعجة بتطلع أصوات صاخبة. واعتمدت الدراسة على عينة من 8000 شخص بيسكن أغلبهم بأبنية مرتفعة، تم سؤالهم حول صحتهم العقلية ومدى شعورهم بالارتياح وبالهدوء. مين قال أنه 40% عانوا من الإجهاد بسبب دخولهم بمشاكل مع الجيران المزعجين، خاصة أنه 10% من النقاشات تنتهي بالسب والعنف بينهم؟ أنا قال، بشوفكم بكرة.